ديرتكم يا عارك شماله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في قمة متجددة في كاس السوبر في لقاء متجدد في فاينل لا يقبل قسمة على الاثنين في مباراة الأستاذ علي الزهراني اللي شرفنا اليوم ونورنا هنا في هذه الأمسية الجميلة وفي هذا المساء الجميل. الكرة بتعود سريعة حلوة لأكاديمية بدر. فواز عبد الله محمد أدين نبيل نواف علي مرجوعة من نواف. هذه الكرة مرتدة هذه خطيرة خطيرة خطيرة. استلم على الكتاب نواف راح يا لعيب يا نواف الموسيقار استلم انطلق نواف عدى نواف عرضية يا مجنون يا مجنون على السرعة لكن تعود مرتدة 1-2-3 لكن الله القتال شوف القتال شوف المحاولة يا سلام يا عيني يا عيني أكاديمية بدر يريدون الهدف يريد يا مجنون الله على رمضان يا عيني على 1-2 لكن ضمن هل يجرى كل عبد الإله عبد الإله قوية قوية يا رب يا سلام 1-2 يا عيني يا رايك يا سلام لكن أنا راح فيها بعيد زاوية ركلة زاوية لأكاديمية بدر العربية الحارس يتألق نواف قوية يا رب يا رب زحرين يا نواف يا عيني يا نواف وانتو يا عيني شوف نواف كيف قاتل شلق يعني محاولة المدافع شلها هذه مرتدة هذه مرتدة هذه مرتدة لكن كرة ضغط على يجيبها يوصلها ولا ما يوصلها فواز سلام برة تتخلص اتصل هذه حلوة الكرة يا سلام الكرة بتعود درويش يا لعيب يا لعيب درويش لكن تروح منه تعدي منه عبد الله المدافع يشيلها هذه الودعاني لو راحت هذه الودعاني يدورها هذه الودعاني يا مجنون الله على 1-2 على 3 ايوه جنون يا ودعاني ودعاني لكن هنا ودعاني وانت الودعاني يا سلام عرضية الودعاني بالمجان اعطاك اياها اعطالك اياها بالمجان لكن تروح لكن تعدي يا سلام التميز لكن مهمة خلت الكرة الخامسة نواف يا سلام ودعاني وانتو نواف السلام نواف علي نواف نواف بيحاول من ويا السلام يا نواف يا عيني على عرضية يا نواف لكن ضغط عليه ضغط عليه يا سلام مرتدة 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 يا عيني على الكرة سريعة يا سلام يا سلام شوف الرياضات شوف اللمسة لكن ما فيها تركيا ما فيها تركيا تعود بدون الكرة درويش درويش يا لعيب الله الله يا درويش الله على الكرة يا سلام فاتحية نواف الله يا نواف شو اللي تسوي يا نواف شو اللي تسوي نواف نواف علي كرة سريعة محاولة سريعة تأخر فيها تأخر شو تأخر في الكرة هذه خطيرة مرتدة 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 سريعة سريعة الله على الثاني قد جاك الثاني يا رب على صاروخ يا رب على كنترول على استلام على لعبة يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني والله يا أحمد عايش أحمد عايش يا عيني سريعة لكن شوف القتال صراع محاولة الله يا سلام على الكعب يا سلام على الكعب لكن تعود قتال يا عيني على الكتف يا عيني على القوة ارسلك واحدة المنطقة فرصة نواف علي نواف نواف يا رب يا سلام على الله 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 يا عيني يا عيني يا نواف ايوه جنوني يا نواف هذا اللاعب هذا اللاعب اللي شوف كيف الهجوم فيه وكرة تعود سريعة سريعة يا سلام محاولة تتخلص مرتدة 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 لكن المدافع يقطع الطريق يقطع الطريق محاولة هذه فيها الودعاني الله يا عايش ايوه كمان يا عايش ايوه قوة يا عايش أفضل يختلف راسية لكن تروح محاولة ويهم نواف من نصف أرضية الملعب من العمق نواف يرسلك واحدة أرضية لم تكن بشكل ضد الكرة تعود نواف استلم يعني نواف لكن شلهم بتعود شوف القتال ما خلى الكرة ما وقف في نظر لها راح لها عدى فيها الكرة بتعود سريعة بين اثنين بين ثلاثة محاولة يا عيني على الكرة حلوة المحاولة لكن المدافع
الاول كلهم شوط ثاني اجمل وافضل وامتع مما كان عليه شوط واجواء ومباريات شوط المباراه الاول نجد مثل الآن بدأ بالتغيير سريعة لكن تروح من جديد لأكاديمية خبر محاولات لمسة وانتو محاولة دعم عيني على اللعبة سريعة سريعة مرتدة لكن تعود من جديد اللمسة كرة سريعة لفودار وقف على كورته لكن يتح هذه مرتدة 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 يا عيني يا عيني يا عيني الله يا لعيب يا مجنون أيها الله الله عليك الله يا سلام يا هذه مرتدة 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 الله بسرعة 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 لكن الله على الكرة يا سلام يا سلام المدافعين المدافعين شيلوها منه غطي عليها فرج الحمد والعالي يعطيك العافية والله يا دكتور دكتور على لف الدوران يا عيني يا عيني على الجنون يا عيني على الجنون الكرة فاوت خلاص التمييز سيطروا على المباراة سيطروا على المباراة هون كرة قوية المحاولة مستحيل لو رولها لو فكر لو لعبها كرة بتعود سريعة لعب تخلص سريعة المدافعين ما تخليها بينها القائد في محاولة القائد في مواجهة الكرة هذه هي أفضل إله يا رجل يا رجل يا الله لكن تعود استكبر هذا القرار الله الاخلاق الرياضيه على هذا الجمال على هذه الصوره الفنيه الجميله الرائعه المميزه الكره بتصل الكره بتعود اليوم بهدف سريعه 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 راح يا عيني لكن تروح تعدي يا والله على المحاولة يا عيني على الاستلام على التخليصة كرة عالية عالية نواف راح له يا عيني الله على القوة يا نواف ايه يا تهي لا تتعود مرتدة 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 الله بين خلين بين فراسة لكن نواف نواف التغطية يا عيني على السلام يا نواف لكن ضغط على نواف ضغط عارفين امكانيات هذا اللاعب عارفين قدرات هذا اللاعب نواف لو راح نواف لو مر لكن تروح خطيرة الضربة القاضية الله يا رب قال لهم باي 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 يا حبيبي باي ضربة القاضية الله على هدف على ضربة تدور بالدنيا نواف يرسل لك وحدة التعود المحاولة من جديد المحاولة يا الله التميز متميزين يا إله الكرة يا الله أي جنون أي اشتعال أي انفجار أي بركان بركان من التميز ما تفعل به المدرب ما الذي قال لهم لكل هذا الهدف قصير قد يأتي معه هدف قد يأتي معه هدف كبير هذا فاول نفرة في المرمى ونفرة في الشباب ونفرة في الحياة البشرية بالمللة الطويلة كل واحد يبيها درويش اللي خلها لي عايش هذه لعباتي هذه كراتي هذه قوية يا الله احمد عايش يسلك وحدة عالية تخلص سريعة نواف يريد كرة هذه كرة خطيرة خطيرة يا رجل ماذا تفعل يا رجل كرة بتعود رجل التماس خطيرة نواف علي نواف يا سلام تروح منه يا الله 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 ي
حتى اول حتى عالثاني حتى عالثاني قال روح قال روح قال روح الكوبرا الافعى يا رب مستحيل لكن نواف لا زال الامل موجود وخيط الامل يبقى من جديد وحاول تروح عن التماسات لكن لابد من امل لابد من امل يا عبد نافخ الانفجار انفجار بركان هيجان اشتعال يا رجل يا اللي قاعد تسوي ايش اللي قاعد تسوي بالمجال تضيع بالمجال تروح بالمجال تعدي عرضيه نفسيه عرضيه من جديد ولا التخليصه استلام لكن الى نواف نواف يا عيني يا عيني يا نواف راح يا سلام يا نواف لكن تروح يا نواف تعدي الهدف قد ياتي هدف وحيد في المباراه متميز متميزون نجوم